هذا راه خويا انا هو الرئيس ديال الكحال حمزه خويا راه كيقول هذاك الشيطان يقول لك خون تخون حمزه هو هذاك العوده والامكانيه تمشي في هذه الاوقات وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان لمسه وكره وعوده لصالح فريق نادي اتحاد الكحان في هذه اللحظات وفي هذه الاوقات مشاهدينا الكرام متابعينا هنا ضربه حره مباشره هنا ضربه حره مباشره في هذه الاوقات تمشي تنفذ يتقدم نعم لصالح فريق الهدف الثاني ممكن الدمار ممكن الخلاص ممكن الكرة ممكن الثاني ممكن يعني الثاني يعني خلصها لك حنة يعني الثاني ممكن أن يخلصها لك حنة ممكن أن تكون الخاتمة لك حنة عادة راسية سانة في يد حاتم الغرباوي رايح لقدميه وليس سوى امتداد ليقضي الحكم ولا كل واحد باسم المحلية النقطة المحلية والدرك الملك من الدرك الملكي ورجال القوة المساعدة على تنظيم الحفل على المساهمة في تنظيم ولأين وسط الميدان رأسية تغطية دفاعية تعود يوسف عالية وطويلة الاستمرار والكرة تعود إلى وسط الميدان رمز الكرة مقطوعة تعود لصالح فريق اتحاد الكحنة لمسة والتمرير العودة مازال الكرة مازال عدال مازال راوغ مازال والباري مازال على اليمين ملعوبة لمسة واستلام والتغطية الدفاعية تعود فريق الكحنة عودة يا الكحنة الاستلام مراوغة تهيئ من أجل التصويب الكرة خطأ لصالح فريق اتحاد الكحنة تتحول وتعود الكرة الضربة الحرة المباشرة الثالثة في شوط المباراة الحكم المساعد يرفع الرأي من أجل التغيير التغيير في هذه الأوقات نعم في هذه اللحظات من يخرج من يغادر ومن سوف يدخل لأرضية الميدان الهدف الثاني والتقدم وكانني أشعر بالهدف الثاني لو صوبت بالطريقة الصحيحة لو صوبت بالطريقة الصحيحة يتقدم يلعبها راسية الحارس يا حاتم الغرباوي حاتم أين أنت؟ أين سرت؟ أين سهيت؟ أين كنت؟ كيف عدت؟ تمشي اللمسة العودة في الاستلام تمريرة تغطية دفاعية مرة أخرى لصالح فريق على لمسة الإنقاذ الضيطر يسدد وعمر يتصدى الآن يتقدم لاعب الكحنة والتصدي أمام الغرباوي الغرباوي حاتم في التصدي وكرة الكحنة من أجل تشكيل من أجل أول ضربات ناجحة مشاهدينا الكرام من أجل أول ضربات ناجحة مشاهدينا الكرام بذكريات الفرق الكبيرة هنا الغرباوي من أجل التصدي الغرباوي من أجل الراكة يتقدم في هذه اللحظات يتقدم الغرباوي الآن من سوف يسجل الهدف الأول تعاد المباراة إلى نقطة الصفر وتعاد المباراة إلى لمسة الصفر في ضربات الحظ الترجيحية الأكثر تشويقا على الإطلاق في ضربات الحظ الترجيحية الأكثر تشويقا على الإطلاق الأبطال 2014 ريال مدريد والأتليتيكو في نهاية الأبطال ضربات الحظ الترجيحية بعد راسية المترا كاراموس تمشي الكرة لمسة عمر يتصدى يتقدم للسجن وللسجن الضربة الثانية ناجحة لولاد سلطان الضربة الثانية ناجحة لولاد سلطان اسماعيل أمام الغرباوي اسماعيل أمام الغرباوي وذكريات بوزدايم وممتازة اسماعيل أمام الغرباوي من جديد هنا اسماعيل يتقدم هو تشعر وكأن المرمى ليس سوى امتداد للمرمى ليس سوى امتداد للساقين ناجحة يا ولاد سلطان الثانية ناجحة يا ولاد سلطان هنا يوسف يتقتان منفذتان بالشكل الصحيح للفريق أولاد سلطان لا شيء فريق الكحنة عودة يصدها الحاتم خلاص يصدها الغرباوي خلاص أرفع القبعة الصمت دقائق معدودات من أجل هذه الكورة يصد هذه الكرة الغربية
الغرباوي بأي برودة نفس الغرباوي بأي مخلصهم حاتم يا منقذهم حاتم يا مخلصهم افرح يا بيت افرح يا ولد سلطان وغني يتقدم يستفي يستفي الغرباوي يستفي الغرباوي يستفي الغرباوي شكرا لكل المنابر الإعلامية مبروك للسلطان هارت لك.